سجلت مملكه البحرين انخفاضا في عداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم، واعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 59 حاله قائمه جديده، منها تسع حالات لعماله وافده و34 حاله لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى 16 حاله قادمه من الخارج. في حين لم تسجل أي حالة وفاة خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافي 58 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 613 حالة